هناخد النهاردة شباب حركة المياه الجوفية، ده السكشن الرابع بالنسبة لنا بإذن الله. في الجزء بتاع التخزين هنسيبه دلوقتي وهنشتغل بس بتاع الإيه الجزء اللي بعده في الشيت اللي هو حركة المياه الجوفية. فاحنا بس عايزين نعرف الأول حاجة إن احنا عندنا نوعين من الخزانات الجوفية، في حاجة اسمها خزان جوفي محصور وحاجة اسمها خزان جوفي غير محصور. يعني إيه خزان جوفي محصور؟ ده هنا كده المية أو الطبقة الحاملة للمية بتكون محصورة ما بين طبقتين صمائيين. يعني إيه طبقة صماء؟ يعني طبقة غير منفذة. طب عكسه بقى خزان جوفي غير محصور، ده هنا كده بس هو خزان لا تعلوه طبقة صماء، يعني مفيش فوقه طبقة منفذة. لو احنا جبنا مثلا صورة كده، هنا ده كده بيمثل لنا شباب، ده هنا كده خزان جوفي غير محصور، خزان جوفي حر مفيش فوق طبقة صماء. ده كده عندنا ادي خزان مفيش فوقه طبقة صماء. طب مثلا لو انا عايز اشوف خزان جوفي محصور او لا، يبقى انا عندي ادي الخزان الجوفي بتاعي اهو، ده محصور ما بين طبقة تحت صماء وطبقة فوق صماء، طبقة غير منفذة. تمام. فنيجي هنا كده شباب حركة المياه الجوفية. هنبدأ أول حاجة بالخزان الجوفي غير محصور. ففي منه نوعين، في حالة وجود تغذية وفي حالة عدم وجود تغذية. يبقى هنا كده أول حاجة في حالة عدم وجود تغذية، أدي هنا كده أدي لو احنا عندنا أدي مجرى مائي وأدي مجرى مائي تاني، هنا كده الخزان الجوفي بتاعنا الغير محصور، ماشي، المية بتنتقل من المجرى المائي ده للمجرى المائي التاني بتصرف كيو. التصرف ده تصرف هنا كده في حالة عدم وجود تغذية، ده بيكون ثابت، يعني هنا كيو هنا نفسها هنا نفسها هنا. تمام. في عندنا قوانين عشان نحسب الكيو، الكيو ده بيساوي كي على 2 ال اتش واحد تربيع ناقص اتش اتنين تربيع. طب الكي ده عبارة عن ايه؟ الكي ده معامل التوصيل الهيدروليكي او معامل النفاذية بتاعة التربة بتاعتي. ال ال دي المسافة ما بين المجريين، عن المجرى الاولاني والتاني المسافة بينهم بتكون ال. طب ايه هي الاكس؟ الاكس دي المسافة الافقية، ماشي، من المجرى المائي الاولاني واي نقطة واي نقطة تانية. يبقى انا مثلا لو انا عايز احسب هنا كده، عايز احسب ارتفاع المية، ارتفاع المية عند النقطة دي، يبقى هنا عند النقطة دي اكس دي، يبقى انا هنا الاكس دي بتاعتنا بعد النقطة، من بعد النقطة اللي انا عايز احسب عندها من المجرى المائي الاولاني. تمام. طب ايه اتش واحد و اتش اتنين؟ اتش واحد ده ارتفاع المية من الطبقة الصماء لحد منسوب المجرى الاولاني، اتش اتنين ارتفاع المية من الطبقة الصماء دي لحد المجرى المائي التاني. تمام ماشي. طب انا عايز احسب اتش اكس، تحسبها ازاي؟ هنا عندنا القانون بتاعنا اتش اكس تربيع بيساوي اتش واحد تربيع ارتفاع المية في المجرى الواحد الاولاني ناقص اكس على ال، ماشي، ده البعد اللي هو الافقي، مضروب في اتش واحد تربيع ناقص اتش اتنين تربيع، اتش واحد تربيع ناقص اتش اتنين تربيع. دول قوانين لازم تكون عارفهم ايه كويس جدا، وليهم اثباتين ما عندكم في الايه في المحاضرات بتاعتكم. يبقى احنا قلنا في ملاحظات عندنا ان التصرف بيكون ثابت، يعني التصرف هنا بيكون نفسه هنا نفسه هنا. تاني حاجة ان الكي دي المعامل النفاذية دي وحدتها وحدة سرعة، بيكون دايما متر بير دي، والكيو بيكون متر مكعب بير دي لكل متر. دي كده أول حاجة ايه خدناها، خزان جوفي غير محصور في حالة وجود تغذية، في حالة عدم وجود تغذية. تمام. نيجي بقى بعد كده لو أنا عندي تغذية، يعني ايه تغذية؟ يعني مطر نازل فوق الايه، فوق الخزان بتاعي، حاجة بالشكل ده كده. ادي عندنا مجرى المجرى الأولاني، وادي هنا كده المجرى المائي التاني، ماشي، وادي هنا كده الاف دي التغذية، في مطر هينزل فوق الايه، فوق الخزان بتاعي، وادي سطح الأرض بتاعتي، ماشي، وادي الطبقة الصماء. اتش واحد ده قلنا ارتفاع المجرى الاولاني بالنسبه للطبقه الصماء، اتش اتنين ارتفاع المجرى التاني بالنسبه للطبقه الصماء، ماشي. في حاجه عندنا هنا كده ظهرت جديده اسمها اتش ماكسيموم، اقصى ارتفاع للميه، اقصى ارتفاع للميه اسمه اتش ماكسيموم. طب هنا هل هنا التصرف ثابت زي في حاله عدم وجود تغذيه؟ لا، التصرف هنا بيتغير، لان كل ما انا بمشي في هنا كده ايه تغذيه عماله تنزل. يبقى هنا كده عندي كيو واحد مش بتساوي كيو اتنين مش بتساوي الكيو هنا في اي حته ثانيه. يبقى انا احسب الكيو اكس ازاي؟ ليها قانون بيقول لك ان الكي على 2 ال مضروب في اتش 1 تربيع ناقص اتش 2 تربيع زائد اف مضروب في اكس ناقص ال على 2، ماشي. الكي قلنا ان هي معامله توصيل هيدروليكي او معامله نفاثيه. ال المسافه بين المجرى الاولاني والمجرى الثاني، ماشي. الاف اكس اتش 1 واتش 2 قلناه، الاف دي التغذيه، تغذيه المطر بتاعت التغذيه بتاعت المطر اكس، ماشي، هو البعد الافقي للنقطه اللي انا عايز احسب عندها كيو، البعد الافقي للنقطه اللي انا عايز احسب عندها الايه الكيو. طب تمام. طب لو انا عايز احسب اتش اللي هو الارتفاع الرئاسي، نحسبه من القانون ده، اتش اكس تربيع بيساوي اتش واحد تربيع ناقص اكس على ال مضروب في اتش واحد تربيع ناقص اتش اتنين تربيع زائد
اف على كي اكس مضروب في ال ناقص اكس. لازم أن تكون برضو عارف القوانين دي، تمام كده. طب ايه بقى ايه الاتش ماكسيموم؟ هنا قلنا ان هي دي اقصى ارتفاع رأسي ماشي الميه بتوصل له. فهنا كده البعد ده البعد الرأسي لو اتش ماكسيموم. طب البعد الافقي بتاعه بنسميه ايه عشان نحسبه؟ ليه قانون برضو ال على 2 ناقص كي على 2 ال في الاف ماشي مضروب في اتش 1 تربيع ناقص اتش 2 تربيع. طب انا عشان اجيب الاتش ماكسيموم خلاص، يبقى احنا قلنا نيجي نقعد هنا عند اكس باي عشان اجيب الاتش ماكسيموم. يبقى نقعد في القانون التاني ده عن الاي، هنشيل كل اكس ونقعد مكانها بالاي. طب نجيب الاي ازاي؟ بالمعادله دي. يبقى عندنا اتش ماكسيموم تربيع، هنا هي نفسها المعادله دي بس شلنا الاكس وقعدنا مكانها بالاي، بالاي يا شباب. بعد كده حاجه اسمها اخر حاجه اللي هو خزان الجوف المحصور. الخزان الجوف المحصور ده عشان لازم عشان نحدد منسوب الميه فيه لازم ان احنا ندق بير. احنا قلنا ان هو بيبقى محصور هنا كده، الميه بتمشي جوه ده. قلنا تاني نقول يعني ايه خزان جوفي محصور؟ ده هنا كده خزان محصور ما بين طبقتين صماتين، البي ده بقى سمك الطبقه الصماء. هنا كده السمك ده كده يعني البي دي المسافه بين الطبقتين الصماتين. طب هنا كده التصرف اللي ماشي ده احسبه ازاي؟ الكيو اللي هم بتعملش كي في البي على ال اتش 1 اتش 2. طب الكي ده قلنا معامل التوصيل الهيدروليكي. ايه معامل التوصيل الهيدروليكي؟ الكي معامل التوصيل الهيدروليكي. طب والبي سمك الطبقه الصماء ماشي، ال المسافه بين الايه ما بين البير ده والبير التاني ماشي. طب اتش اكس، اتش اكس عشان احسبها في اي مكان ليها قانون اتش 1 ناقص اكس على ال. ما هي يا شباب اللي حبت قوانين لازم تحفظها، ولو عايز تشوف الاثباتات موجوده عندكم في المحاضرات. اهم حاجه بقى بالنسبه لنا شباب المسائل، هنا كده المثال بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان احنا عندنا مجريين مائيين بينهما مسافه معينه، فاذا كان منسوب الميه في المجرى الاولاني بيساوي 55 55، ومنسوب الميه في المجرى الثاني بيساوي 47 96 متر، وكان منسوب الطبقه الصماء اسفل منسوب المياه في المجرى. هنقرا بس المساله وبعد كده هنحل باذن الله. تم تساقط مطر بشده معينه على بعد 700 متر من المجرى الاول وحتى المجرى الثاني، فاذا كان معامل التوصيل الهيدروليكي للتربه 15 متر بير دي، ومعدل السريان للمياه الجوفيه عند المجرى الثاني، وهكذا الاخر. نكتب بقى المعطيات بتاعتنا. هو هنا بيقول لك ان احنا عندنا مجريين مائيين المسافه ما بينهم مسافه معينه. يبقى انا مش عارف المسافه بين ادي المجرى الاولاني وادي المجرى الثاني، انا مش عارف المسافه بينهم كام ماشي. قلنا تاني يا شباب معلش، هنا كده المجريين قلنا المجريين مائيين مسافه بينهم معينه، فاذا كان منسوب سطح الميه في المجرى الاولاني يبقى ده عندنا المجرى الاولاني والمجرى الثاني. منسوب الميه في المجرى الاولاني 55، منسوب الميه في المجرى الثاني 47 و97 من 100. قال لك وكان منسوب الطبقه الصماء اسفل منسوب الميه في المجرى المائي الاولاني بمقدار 25 متر. يعني هنيجي عند منسوب الميه في المجرى الاولاني هننزل 25 متر، هنجيب منسوب الطبقه الصماء 55 ناقص 25 طلع 30. ايه؟ يبقى المنسوب هنا 30. تمام. تم تساقط مطر بشده معينه على بعد 700 متر من المجرى الاول وحتى المجرى الثاني. يبقى لك هنبعد من المجرى الاولاني 700 متر وفي مطر هينزل لحد المجرى الثاني، تمام كده. يبقى احنا هنبعد هنا كده من المجرى الاولاني 700 متر، هنلاقي في مطر هينزل هيبدا من هنا لحد اخر المجرى، لحد اول المجرى المائي الثاني ماشي. قال لك فاذا كان معامل التوصيل الهيدروليكي للتربه، ايه معامل التوصيل الهيدروليكي ده؟ اللي هو الكي. قال لك الكي بتساوي 15 متر برديه، ومعدل السريان للمياه الجوفيه عند المجرى الاول. يبقى الكيو هنا كده كيو 1 بتساوي 2.41، عندنا الكيو 1 بتساوي 2.41، ومعدل السريان للمياه الجوفيه عند المجرى الثاني يعني كيو 2 بتساوي 3.41 متر مكعب بردي لكل متر. عايز يحسب ايه بقى؟ عايز يحسب شده تساقط المطر اللي هي الاف، عايز يحسب المسافه بين المجريين اللي هي ال ما بين ده وده، عايز يحسب التصرف على بعد 400 متر يعني الكيو عند 400 متر، كيو عند اكس بتساوي 400 متر، وعندي وكيو عنده 800 متر، عندي اكس بيساوي 800 متر، ده كله من المجرى المائي الايه؟ الاول. لو احنا بصينا يا شباب المساله دي هنلاقي هي اول حاجه ان ده خزان جوفي ايه؟ ده هنا كده خزان جوفي حر يعني غير محصور. ماشي؟ عباره عن جزئين، في هنا كده جزء بدون تغذيه وفي الجزء الثاني التغذيه. هنبدا الاول حاجه ايه؟ هناخد البارت الاولاني اللي هو ايه؟ بدون تغذيه. اول ما تشوف المسائل دي شباب، اول حاجه ده خزان جوفي، خزان جوفي حر بدون تغذيه، تروح على طول تشوف القوانين بتاعته. نيجي هنا كده نشوف القوانين ايه بتاعته. عندنا بس القوانين دول،
كيو بتساوي كي على 2 ال اتش 1 تربيع ناقص اتش 2 تربيع، و اتش اكس تربيع بيساوي اتش 1 تربيع ناقص اكس على ال في اتش 1 تربيع ناقص اتش 2 تربيع. تمام، نرجع بقى كده عندنا، مش احنا عارفين ان الكيو هنا كده كونستانت، يعني التصرف بتاعنا لو ما يكون خزان جوفي حر بدون تغذيه الكيو ثابت، يبقى انا كده كيو عند اكس بيساوي 400 هي نفسها بتساوي، يعني كيو عند اكس بيساوي 400 بيساوي هي نفسها كيو عند ايه، عند هي نفسها كيو واحد، صح؟ الكيو عند اكس بيساوي 400 متر هي نفسها كيو واحد، لان هنا هي هنا هي هنا في اي حته، يبقى هنا كده كيو عند 400 متر اللي هو عايزها دي جبناها بتساوي 2.41، لان التصرف ثابت في الخزان الجوفي حر بدون تغذيه. طب كيو واحد مش ليها قانون، كي على 2 ال واحد، لان احنا بقى عندنا هنا كده جزئين، ف ال واحد وال 2، كيو واحد بيساوي كي على 2 ال واحد مضروب في اتش واحد تربيع ناقص اتش 3 تربيع، ماشي. هنا كده هنشيل الكيو واحد ونقعد مكانها ب 2.41، والكي ب 15 مديها لي، والال واحد ب 700، والاتش واحد اللي هنا ب 25، الاتش واحد دي ب 25، جبت كده اتش 3، يبقى انا كده اتش 3 اللي هي بدايه الجزء الثاني لقيتها بتساوي 20 متر. هل انا ممكن اطبق قوانين تاني هنا؟ لا. نيجي بقى يا شباب بعد كده بالنسبه لبارت 2 الجزء الثاني، الجزء الثاني هنا كده في تغذيه، يبقى انا الكيو هتتغير، يبقى انا عندي معادله للكيو اكس، كي على 2 ال اتش اس 3 تربيع ناقص اتش 2 تربيع. مش انا جبت هنا كده قلت ان الكيو هنا هي نفسها هنا هي نفسها هنا، تمام، يبقى انا عندي كيو 3، انا كيو 3 او عند اكس بيساوي صفر كيو بتساوي 2.41. هنطبق في المعادله دي وهنطلع معادله فانكشن في الاف والال 2، فانكشن في الاف والال 2، وبرده هنطبق في المعادله دي، بس هنا كده طبقنا هنا عند اكس بيساوي صفر، هنطبق هنا عند اكس بتساوي ال 2. فين ال 2؟ اللي هي ال 2 اللي هي المسافه دي من هنا لهنا، دي ال 2. طلعنا كده معادلتين، ماشي، فانكشن في ال 2 واف، ادي ال 2. هنحل المعادلتين مع بعض، هنجيب ال 2 تطلع بتساوي 200 متر، والاف اللي هي التغذيه هتطلع 4.94 في 10 اس سالب 3 متر مكعب برديل. يبقى ده كده المطلوب الايه الاولاني اللي احنا جبناه. طب هنا هو عايز ال اللي هي المسافه بين المجرئين، دي جبت دي 700 متر وجبت ال ب 200 متر، هنجمعهم على بعض يبقى 900 متر، ماشي. عايز ايه بقى بعد كده؟ عايز كيو 800، كيو بتساوي 800 متر، ماشي. طب انا مشيت هنا 700، يبقى انا هخش 100، يبقى هنا كيو عند 800 متر من المجرى الاولاني بتساوي كيو عند 100 من المجرى الايه؟ من المجرى المائي الثاني. يبقى انا عايز احسب كيو 100، هقوم مطبق في المعادله بتاعت الكيو، المعادله دي عند اكس بتساوي 100، هنطلع الكيو بتساوي 2.9 متر مكعب برديل لكل متر. هل في مشكله في المساله دي؟ هي بس ايه، فيك ترسم المعطيات بتاعتك صح، هتوصل باذن الله للحل. المساله الثانيه يا شباب بقى بيقول لك ان احنا عندنا مجرين مائيين المسافه بينهم 720، ادي المجرى المائي الاولاني وادي المجرى المائي الثاني، المسافه بينهم 720. قال لك يحصران بينهما خزان جوفي حر، ماشي. قال لك ان الخزان بتاعنا ده هنا كده ده خزان جوفي حر. قال لك فاذا كان منسوب سطح المايه في المجرى الاول اعلى من منسوب سطح المايه في المجرى المائي الثاني، يعني هنا منسوب المايه هنا اعلى من منسوب المايه هنا، تمام. قال لك تم تساقط مطر بشده 8.10 سنتي متر لكل يوم، يبقى هنا كده الاف عندك ب 8.10 سنتي لكل يوم، حولناها يبقى 8 من 1000 متر برديل. قال لك على مسافه كام؟ قال لك على مسافه 600 متر بدايه من المجرى الاول، يبقى هنا كده بدايه من المجرى الاول لحد 600 متر، ده هنا كده في مطر ايه؟ في مطر بينزل، ماشي. قال لك كان معامل التوتال الهيدروليكي بيساوي 10 متر باليوم، ايه ال ده الكي بتاعتك بتساوي 10 متر برديل. قال لك وبدقه اكبر الملاحظه وجد ان سطح الماء افقي على بعد 60 متر من المجرى الاول، ده معناه ايه بقى؟ الحته دي كده معناها ايه؟ لما يبقى سطح الماء افقي يعني هو كده وصل للماكسيموم، لما يوصل للماكسيموم يا شباب بيبقى ايه؟ يوصل هنا كده يبقى الجزء ده افقي، يبقى هنا كده معناه ان اتش ماكسيموم بتكون عند ايه بتساوي 60 متر. يبقى قصده من الكلام ده ان اتش ماكسيموم يبقى 60 متر اللي هو بيقع عليها دي اللي هي الاي بتساوي 60 متر. بعد كده قال لك كان ارتفاع المايه الجوفيه فوق الطبقه الصماء بيساوي 1967 على بعد 520 متر من المجرى المائي الثاني. قال لك يبقى هنا من المجرى المائي الثاني رجعنا 520 متر، قال لك كان الارتفاع 1967. طب لما ارجع 520 وانا عندي المسافه بين المجرى المائي والثاني 720، يبقى كام من المجرى المائي الاولاني؟ هتبقى 200 متر، يبقى هنا كده اتش على بعد اكس بيساوي 200 متر من المجرى المائي الاولاني بيساوي 1997.
ماشي. قال لك عايز ايه بقى؟ هو عايز يحسب منسوب سطح مياه في المجرى، عايز يحسب المنسوب هنا والمنسوب هنا، علما بان منسوب الطبقه الصماء، قال لك المنسوب بتاع الطبقه الصماء بيساوي 30. نعمل يا شباب نفس يعني نفس الكونسيبت. قال لك ان احنا عندنا جزئين، قال لك هنا جزء بتغذيه وجزء بدون تغذيه. هنبدا اول حاجه بالجزء اللي هو فيه تغذيه، ماشي. هنستغل المعوقات اللي هو مديها لنا. اول حاجه هنا كده قال لك حكايه الاتش ماكسيموم دي، يبقى هنا كده اتش ماكسيموم عند اي بتساوي 60. هنعوض في الاي، معادله الاي احنا عارفينها، الاي بتساوي 60 والال واحد اللي هي 600 متر، ماشي، لان هي دي في الجزء الاولاني اللي هو بتغذيه، ماشي، على 2 في ال في الاف، كل حاجه معاك ما عدا الاي، الاتش 1 والاتش 3. ايه الاتش 3؟ اللي هي الاتش 1 وادي اتش 3. اتش 3 دي الفاصله ما بين البورت الاولاني والبورت الثاني، ماشي. يبقى انا كده جبت معادله، عايز معادله ثانيه عشان احل اتش 1 واتش 2. اجيب اتش 1، فهنا كده قال لك ان اتش 100 اتش 200 من المجرى المائي الاولاني بتساوي 1997. نطبق الكلام ده، يبقى هنا كده هنطبق في المعادله دي، هنطلع هنا كده نحل الاثنين مع بعض، اتش 1 بتساوي 20 متر واتش 3 هتكون بتساوي 13 متر، تمام. مش احنا عارفين يا شباب ان الكيو اكس هنا كده، ده لو المجرى المائي بتغذيه في كيو مختلفه، فهنطبق في الكيو، هنجيب كيو 3 اللي هي الكيو الحد الفاصل بتاعي ما بين التغذيه والبنت تغذيه. هنعوض هنا كده عند النقطه اللي هنا كده هتبقى ب 600 متر، يبقى هنا كده عند اكس بيساوي 600 متر هنجيب الكيو 3، هتطلع بتساوي الرقم ده، تمام. هل في اقدر اجيب حاجه ثانيه في البورت الاولاني ده؟ لا مش هينفع تاني، مفيش حاجه تاني. هنيجي بقى بالنسبه للبورت التاني، مش احنا ان كيو 3 دي الحد الفاصل، يبقى هنا كده والكيو ثابته في التصرف اللي هو في الخزان الجوفي الحر، يبقى هناخد الكيو عندنا هنا كده في البورت التاني، الكيو بتاعتك بتساوي 4.325، والاتش 3 كام؟ جبناها من المساله من البورت من النقطه الاولانيه بيساوي 13 متر، وال 2 دي المسافه بين النقطه دي والنقطه دي 120 متر، ماشي. انا عارف ان الكيو بتساوي كي، ده هنا ليه استخدمت المعادله دي؟ لان ده خزان جوفي حر بدون تغذيه. هنجيب من هنا كده الاتش 2 اللي هي الاتش 2 دي هتطلع بتساوي 8.7. هل انا جبت المطلوب؟ لا، هو عايز المناسيب، فانا عارف ان منسوب الطبقه الصماء بيساوي 30، هزود عليه اتش 1 هنا، اتش 1 بكام؟ اتش 1 بيساوي 20 متر، ماشي، هيطلع عندي 50 منسوب 50، وهزود على ال 30 8.07، هجيب المجرى المائي التاني هي بيساوي كام؟ 38.07. ده شباب الشابتر بتاعنا مفيش فيه اي مشكلة، ولو حد عنده استفسار يبقى يبعت لي بإذن الله، يعني تمام، توفيق بإذن الله.